هذا ما يسمى بالأوفسيت. هسه نشوف مثال هنا بهذا الشكل. احنا عملية الأوفسيت لو كان عندنا سيستم بي اتنويشن وعندنا بي امبليفاير، فإذا تلاحظون الاتنويش او الاي تي الاي توتال شو يساوي لنا؟ قلنا الاي 1 في الاي 2 في الاي 3 في الاي 4. فنحسب كل اتنويشن وكل امبليفاير او العفو كل جين لامبليفاير، كل اتنويشن لللوس ستيج، وكل جين لامبليفاير. شلون نحسبهن؟ دخول على خروج نفس الشيء، فهذا العفو خروج على دخول، هذا في اوت على في ان يطلع الاي 1.1، الاوتبوت على الانبوت 1.5 على 15% يطلع 10، 0.45 على 1.5 يطلع 0.3، 6.75% على 45% يساوي 15. وبالتالي نقدر نطلع نضرب كل هذه 0.1 في 10، طبعا هاي 0.1 اتنويشن، هذا جين، هذا اتنويشن، هذا جين، وبالتالي يطلع الاي 4.5. هاي 4.5 هي كل الـ او التوتال اي لكل النظام. خلينا نشوف مثال يوضح لنا هذه العملية. مثال يقول لك a voltage divider such as that shown in the figure اللي قبله has value of R1 10 كيلو and R2 تساوي 470 ohm. What is the attenuation؟ يريد الاتنوية سهلة، احنا قلنا عرفنا لو مثلنا الاتنويشن بالفولتج ديفايدر ومنطيك المقاومتين، المقاومتين وتقدر تطلع الفولتج ديفايدر اللي هي R2 على R1 زائد R2، طلعت R2 هو يعطيك 470 اوم، والR1 10 كيلو في 470، طبعا هاي العشرة كيلو لازم تعرفون في 10 أس 3، وال470 هي أوم فقط، فيطلع الاتنويشن 0.0545. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني يقول what the amplifier gain would you need to offset، هنا عملية الأوفسيت. To offset that loss for the overall gain of 1. يريد الاتنويشن، العفو يريد شقيت قيمة الجين اللي حتى تسوي لنا الاوفسيت او الخسارة اللي ضيعناها، طلعناها هي هذه الاتنويشن. فحتى نحسب هذا الجين لازم قلنا شو نساوي؟ نساوي بالواحد، هذا لان هو قايل لك حتى gain of 1 حتى يساوي 1، فالجين يساوي لنا الاتنويشن في الاي 2 اللي هو يمثل العفو الامبليفاير جين، يعني هذا الاي 2 يساوي لنا الجين اللي هو يريده، ومنطيك الجين التوتال هو 1 حتى قال له تسوي اوفسيت 1، والاتنويشن اللي احنا طلعناه بالفولتج ديفايدر، فالاي 2 شو يساوي لنا؟ 1 على الاتنويشن، ويساوي لنا 22.3. يعني معناتها نحتاج 22 جين للامبليفاير حتى يسوي لنا اوفسيت للاتنويشن 0.045. هذا ما معناه، عيد، يعني معناته نحتاج 22.3 جين للامبليفاير حتى نعوض او نسوي اوفسيت للاتنويشن 0.045 حتى يكون التكبير
واحد يعني الخسارة تروح، ولو قايل اثنين معناتها اكو تكبير مرتين، لو ثلاثة ثلاث مرات، بس هو قايل واحد معناتها ماكو اي، بس مجرد نتخلص من الخسارة اللي خسرناها. طبعا هاي منطقة انه من يجيك سؤال ويريد اي تكبير للأوفسيت هو هذا القانون A2 يساوي انه واحد على A1. من يقول لك أوفسيت حتى اذا ما اقول لك واحد الجين من أوفسيت يعني معناتها تكبير بقدر مرات ضياع الفورتيل بالاتنويشن، فالقانون تقدر يعني تحفظه وهو ما يراد لي، يعني مجرد هي المعادلة تقلبها لأن هي الـ A total يساوي للـ A1 في الـ A2، وإذا تطلع الـ A1 تقسم الـ A total على الـ A2، وإذا تطلع الـ A2 تقسم الـ A total على الـ A1، وإذا تحفظها إنه هذا التكبير الـ A2 يساوي إنه واحد على الـ A1. An amplifier has a gain of 45 which is too much for the application with the input voltage of 20 microvolt. What attenuation factor is needed to keep the output voltage for exceeding 100 millivolt? Let LA1 amplifier gain هو بده يقول لك ومعطيك اياه، والـ A2 attenuation factor. طبعا احنا مثل ما تعرف الـ A تأتي على V out على V in، ومنطيك هو الـ V input 20 والـ V out العفو 20 مايكرو، والـ out منطيك اياه 100 ملي فولت، فراح يطلع 500. الآن الـ A total يساوي الـ A1 في الـ A2، هو شريد هو المطلب هو يريد الـ A2، يعني من هو الـ A2؟ الـ A2 هو الـ attenuation، يقول A2 attenuation factor، وهنا يقول لك what the attenuation factor is needed اللي تحتاجها حتى تحفظ أن هاي الفولتية 100 فولت من 100 ملي فولت. زين، فنطلع الاتنويشن وفق ال 100 فولت وفق ال 20 اللي منطيني اياها الانبوت والاوتبوت، وبالتالي نطلع الاي توتال. الاي توتال بما انه عندي الامبليفاير فاقدر راح اطلع الاي 2، لان احنا طلعنا الاي توتال، فالاي 2 تساوي ان الاي توتال على الاي 1، وتطلع 5000 على 45000 وتطلع 0.1111. هذه قيمة الاتنويشن حتى تحفظ لنا انه الدخول 100 ملي فولت، العفو الخروج 100 ملي فولت حتى تحفظ لنا، لان عندنا تكبير وعندنا اتنويشن. فايش قد طبعا هو هذا السؤال مو واقعي، دائما احنا اللوسز او الاتنويشن نحاول نجيب امبليفاير حتى نعوض، هذا مجرد سؤال رياضي، هو منطيك الامبليفاير ويريد الاتنويشن اللي تحفظ لك الاوتبوت هي 100 ملي فولت، يعني مجرد حل رياضي لا اكثر. انت ما تعنيك الفكره، اهم شيء انه تعرف شلون تتعامل ويا القوانين والأرقام. فأصور واضح هذا السؤال. نجي على موضوع التيون سيركت. طبعا كل أغلب الاتصالات لاسلكية لابد أن تحوي على التيون سيركت. شنو التيون سيركت؟ هو توليف الإشارة أو توليف السيجنال، توليف التردد. بسط لكم اياها من انت عندك هذا، تذكرون الراديو القديم او حتى الساتلايتات من يسوي بحث، هذا يسمونه توليف العبو تيون سيركت. بشكل عام كل دوائر التيون تحتوي على متسعة وملف ومقاومة، اللي وطبعا وما يسمى ما يعرف حالة الرنين اللي هو يسمى ريزنت
فطبعا بما أنه تحتوي على محاثة أو العفو ملف متسعة ومقاومة، فهناك هنالك طبعا مو بس الجوند، حتى الفلاتر، كل الفلاتر تحوي على هذه الكمبوننت أو هذه القطع المتسعة والمقاومة المحاثة، طبعا بالإضافة إلى الرنين ودوار الرنين والتردد الرنين اللي هو ريزونانس عفوا. هنا نأخذ الكويل والكويلز والكباسترز المتسعات والملفات. طبعا الكباستر متسعات، كل دوائر التيوند أو كل دوائر الفلترز بالإلكترونيكس أو بالاتصالات تحوي على كباسترز. كثير من أنواع الكباسترز، منها المختلف بالطريقة الستركتشر يعني طريقة التركيب، منها الكيميائية ومنها الورقية ومنها السيراميك، وتختلف باختلاف ساعاتها. طبعا تقاس الكباستر بالفارات، الفارات قيمة كلش كبيرة للساعة، فدائما نتعامل بأجزاء الفارات اللي تبدي ملي فارات ومايكرو فارات ونانو فارات وإلى البيكو فارات. وطبعا مثل ما قلنا المحاثة والمفاعلة بالعربي مفاعلة السعوية، طبعا بالدوائر الدوائر الاي سي اللي اخذتوها من عندنا متسعة، دائما المتسعة سوف فرق بالطور للتيار، يعني معناته التيار يسبق الفولتية بزاوية الطور حسب المتسعة وحسب قيمة المتسعة ورياكتنس مال المتسعة، يعني حسب الاكس سي. الاكس سي هي الكاباسيتيف رياكتنس اللي تسمى اكس سي، طبعا قانونها ماخذينه اللي هو 1 اوفر 2 باي اف سي، ال2 ثابت والباي تعرفوها، والاف هو التردد والسي هي قيمة المتسعة. طبعا قيمة المتسعة يا اما بيكو يا اما نانو يا اما مايكرو، ما اعتقد فارات كلش كبيرة، والتردد بالهيرتز سواء كيلو او ميجا او جيجا، والباي هي معروفة 3.14 والتو ثابت. هذه من نحسب الاكس سي اللي هي كاباسيتيف رياكتنس، ومثل ما قلنا هي تسوف زاوية الطور تخلي التيار يسبق الفولتية، زين عكس ما راح نقوله بالكويل او المحاثة الحثية أو المفاعل الحثية، تسوي زاوية الطور تخلي التيار يتأخر عن الفولتية والفولتية تسبق التيار. هذا مثال منطقية لأكسي حتى يحسب لك إياه، وفقها يعني 100 بيكو فارات، في البيكو طبعا في 10^12، ومنطق 2 جيجا 2^10^6 جيجا، ومنطق التو باي هو منطق رأسه 3/14 منطق صايرة 6/28، وطلعت 786.2 أوم. تلاحظون الرياكتنس دائما أوم، هذا لازم تلاحظوها قيمتها بالأوم، زين. طبعا إذا تريد أي معلومة أو مجهول بالمعادلة، مثلا الـ F تريده مجرد راح تخلي الـ X هنا والـ F، يعني سهل، رياضيات سهلة ما بيها إيش مشكلة. الاندكترز أو المحاثة الحثية واللي تسمى اندكترز اندكتنس رياكتنس، واللي هي تسمى اكس ال اكس ال اللي جاي ال من الكويل ال، طبعا ديتش كانت متسعة واحد على هذه لا 2 باي اف ال، مجرد بدون قسم بدون كسر نفسها، لكن بدون كسر بدل ما ال سي هناك هنا ال، هناك قيمة المتسعة هنا قيمة الكويل، قيمة الكويل طبعا قيمة الكويل بالهنري، نسبة العالم هنري، وطبعا الهنري اكيد قيمة كلش عالية، فهم اكيد نستعمل ما
مايكرو هنري والبيكو هنري والنانو هنري. لو تلاحظون ايضا هنا عندنا لو اريد يحسب الاكس ال المحاث الحثيه 2 باي هي 6.28 في 18 في 10 اس 6 منطيك اياها 18 ميجا، 40 في 10 اس ناقص 6 منطيك اياها بالمايكرو، المايكرو ناقص 6 والنانو ناقص 9 والبيكو ناقص 12، طلعت 4522 اوم. لاحظ لين رياكتانس اوم، هاك سميناها كاباسيتيف رياكتانس، هنا اندكتيف رياكتانس. نجي على السيركت اند ريزونانس، الدوائر الدوائر الرنين اللي بي بالتيوند. طبعا حتى تبسط لكم الفكره، احنا ليش نسوي تيون؟ قلنا حتى نولف تردد، حتى نبحث على افضل تردد للموجه او الاذاعه او الشيء المرسل او القناه بالضبط. ف تردد الرنين شو وقت يحصل؟ عندما طبعا دوائر الرنين تسمى يا اما LCR او RLC، اذا شفتوها RCL او RLC نفس الشيء، هي اثنين تسمى دوائر الرنين. شو وقت تكون دوائر الرنين او شو وقت يكون يحدث الرنين؟ الرنين يحدث او هذا التردد الرنين يحدث عندما الاكسي تساوينا الاكسل. انتبهوا طبعا فرق قلنا بين السي اللي هي كاباسيتيف وبين الاكس سي اللي هي رياكتانس، وطبعا بين ال اللي هي اندكتر وبين الاكس ال هي الرياكتانس. فالبرنين اللي يحدث هو تساوي الاندكتانس اللي هي الاكس سي مع الاكس ال. تلاحظون مو السي تساوي لنا ال، لا مو الكويل قيمة الكويل يساوي لنا قيمة المتسعة، قيمة المتسعة بالفاراد وقيمة ال بالهنري، واختلاف فالشي هذا لا يشبه شيء، بس قيمة الاكس سي هي بالاوم وقيمة الاكس ال هي بالاوم، هذه اللي هي تساوى عند تردد الرنين. تلاحظين هنايا when the inductive and capacitive reactance inductive reactance and capacitive reactance are equal من تساوى هو يحدث الرنين او ما يسمى تردد الرنين، ذاك الوقت يصير او يسمى تردد الرنين. هذا المثال كلش يوضح لنا الكلام. هنايا السيريال ار ال سي، طبعا حتى لو بارلل احنا مو موضوعنا انه بارلل او سيريال، طبعا دوائر الار ال سي، وطبعا مرات تسمى ال سي ار نفس الشيء. فمن عندنا مقاوم ملف ومتسع ومقاومه، من ال في VL تساوي ال VC راح يكون هو التردد الرنين. لو تلاحظون هذا الرياكتانس او الرياكتانس مال ال L مال الاندكتر، وهذا ال XC اللي هي مال المتسعة. من يحدث انه XCL تساوي XC هاي بهاي النقطة، هو هذا راح يكون تردد الرنين، وراح يسمى FR. حفظوا FR هذا تردد الرنين عندما ال XC تساوي ان ال XL. اعتقد واضح بالرسم. طبعا من عندنا دوائر RLC او LCR، اكيد عندنا الاكس ال والاكس سي والار، ثلاثتهم هن بالاوم كمقاومات، ونقدر نطلع المتجه مالتنا والمحصله مالتهم
زت اللي هي زت وتساوي ان تحت الجذر ار سكوير زائد حاصل طرح مربع حاصل الطرح مال اكس ال ناقص الاكس سي. طبعا هذا اشتقاق هو للريزونانس فريكونسي او دوائر الرني او العفو تردد الرني. فهذه المعادله مال المحصله مثل ما تلاحظون المحصله مال الزت هذه قانونها لان هي عباره عن المحصله مال بين متجهين. الان عند الريزونانت اللي هو تردد الرنين احنا قلنا لازم الاكس ال تساوي الاكس سي، بما انه الاكس ال تساوي 2 باي اف ار ال اند اكس سي تساوي 1 اوفر 2 باي اف ار سي. حتى نستخرج او نشتق تردد الرنين هذني يكون متساويات، فهذه القيمه راح تساوي هاي القيمه، وبالتالي الاف ار هذا هو مشترك بيناتهم والتوبة ايضا مشتركة، الاختلاف هو بين السي والال. فالاف ار ايش راح يساوي؟ انه 1 اوفر 2 باي تحت الجذر ال سي. ليش؟ لان 2 في 2 4 باي سكوير اف ار سكوير والال في السي، من ناخذ الجذر للطرفين ال 4 تصير 2 وال 2 سكوير تصير العفو الباي سكوير تصير باي، تبقى فقط ال L و C ناخذها تحت الجذر لان هي اصلا متربع. واضحة اعتقد، واللي ما اعرف شلون صارت يكتب لي يعني، بس ما اعتقد كلكم تعرفوا. هو اكيد ماخذيها وير مواضيع وير غير محاضرات، أمثلة بسيطة على الزنت فريكونسي على تردد الرنين. مطيك يقول لك أريد تردد الرنين 2.7 بيكو فارد، بيكو فارد هم 9 كاباستر آن 33 نانو هنري اندكتر ملف قيمته هلقد. فنطبق المعادلة 2 باي تحت الجذر ال سي، بس أهم شيء دير بالك بالبيكو والنانو والقيم وفي 10 ناقص ايش قد، اهم شيء هذه. رغم ما يعني شفت رغم ما واصلين مراحل ثالث هندسه، ويعني بعض الاحيان يخطا في 10 ناقص 6 9 و10 في ناقص 12، وهذه هي بديهيات ومحفوظه المفروض الواحد يعرفها مثل اسمه. فهذه لين 33 هنري في 10 ناقص 6 نانو، نانو هنري نانو 9، وهنا بيكو ناقص 12، ويطلع تردد الرنين 5.33 في 10 أس 8. طبعا 10 في 8 لو رجعها مرتبتين تصير 6، 6 هي ميجا، فراح يرجعها مرتبتين هاي 1 2 وتصير 533 ميجا هرتز. مثال بسيط. طبعا من هذه راد قبل المثال السابق راد تردد الرنين ومباشرة طبقنا القانون. مرات يريد يعطيك تردد الرنين ويريد قيمة المتسع او يريد قيمة المحاث قيمة الملف ام او يريد سي، فانت تقدر عادي من القانون السابق تطبق وتربع وتجذر. إذا اللي يريد يحفظ ان القوانين هن مشتقات من القانون الأصلي. إذا من تراد ال L ومنطيك ال F تقدر ال L يساوي انه 1 over 2 by square F square C، وإذا أريد ال C ومنطيك ال L 1 over 4 by square F square L. طبعا هذا ال F square F R تردد الرنين، فهذا مثال معطيك تردد الرنين 18 ميجا
ومنطيك 12 مايكرو هنري، منطيك الملف، قيمة الملف الدكتور، ويريد القيمة المتسعة. زين، وقيمة المتسعة إذا تريد يعجبك تطبق القانون السابق وتربع وتجذر، أو تطبق هذا مباشرة أنت مخير. فطبق تطبيق مباشر لقيمة أربعة، ضربها في 2 باي سكوير، العفو 4 باي سكوير، ضربها بالأربعة طلع هذا الرقم. ال F منطقة 18 في 10 إلى 6 للميجا، 12 في 10 ناقص 6 للمايكرو، ويطلع تقريبا 6.5 في 10 ناقص 12 يعني بالبيكو، أو تشيل هذا وتكتب بيكو، يعني ما في 10 ناقص 12 فارات، أو تكتب 6.5 بيكو فارات. مثال ثاني من العكس، من يريد ال L منطيك كاباستر 12 بيكو فارات، تطبيق مباشر راح تطلع ال 879 نانو هنري اللي هو اندكتر قيمة الملف. اللي هنا تكمل هاي محاضرتنا، وان شاء الله نشوفكم بالمحاضرة الجاية. شكرا جزيلا.